متابعي بوابة مغاربة العالم أمير 24، السلام عليكم. كما تابعنا أن الهدرة في هذه الأيام غير على دنيا بوتازوت والاعتداء اللي تعرضت له، بحيث جل الصفحات المغربية على مواقع التواصل الاجتماعي متبعة هذا الموضوع. لذلك قررنا أننا ننزل للشارع ونسولوا مغاربة بروكسل على الرأي ديالهم على هذه الحادثة، أو في النظر ديالهم شكون الظالم وشكون المظلوم. تابعوا معنا هذا الميكرو تروتوار. السلام عليكم، بغينا نسولك على رأي ديالك في الاعتداء اللي تعرضت له الفنانة المغربية دنيا بوتازو. احنا بالفرنسية تنقولوا كي شيخ تخوف، فهي اللي قلبات عليها صراحة. فتنتمنى ان الاخت دنيا تكون استفدت من هذا الدرس، بحيث ان واحدة فنانة من الفنانات الكبار في المغرب، وفي عوض انها تعطي المثال وتعطي درس في الاحترام للاخرين، تعدات هذاك الناس كاملين ومشات للكيشي باش تاخذ الورقة ديالها او لا شي غرض. ومن جهة ثانية تنشكر الأخت خولة وتنشجعها من كل قلبي، لأن بغات ترد الأشياء النصاب ديالها، لأننا احنا كنا بحال بحال أمام القانون. إذا متعاطف مع الأخت خولة؟ شيء طبيعي. واخا، وشنو الرأي ديالك في المقاطعة اللي سبقت فنانة بحكم الشهرة ديالها وخلت الناس في الطابور؟ وهي في الحقيقة أنا تنطالب الجهات المختصة تاخذ جري واحد التحقيق خاص في هذه المسألة، لأن هذاك السيد اللي كان في الشباك ديال المقاطعة كان خصو يرد الأخت ديالنا نادية بوتازوت، وردها اللور تاخذ الصف ديالها بحالها بحال الناس، لأننا الناس حنا سواسية، المغاربة كلهم سواسية أمام القانون. أولا وقبل كل شيء أنا أنطلق من مبدأ العنف. أظن أن الفنانة معروفة، يعني هي غنية عن التعريف، وكان من الأحسن والأجدر بما أنها تتعامل مع إنسانة كذلك من مستوى جامعي، كان أن نبتعد عن العنف، لأن هذه الصورة في الحقيقة هي تشويه للشخصين. وكذلك نحن في عالم اشتهر الآن وكل يتكلم عن العنف وعن عقلية الإنسان العربي عندما يستعمل العنف قبل النقاش. أظن أن الممثلة هي في مقامها المعروف، نحن نتأسف لمثل هذه الصفات. وكان كذلك على الناس أو الأشخاص الذين علقوا على هذا أو ذاك، حتى لا نأخذ طرفا مع جانب أو ذاك، كان عليهم أن يتوخوا نوع من الحذر، حتى لا يمسون بشخصية مثلا الممثلة وكذلك الأخت التي اعتدت أو اعتدى عليها. لا نعرف القصة يقول أن مثلا، يعني كيقول أن هذه الضربة هي عبارة عن رد فعل، يقولون هي عرض. كان من الأحسن ألا تستعمل العنف، كان عليها أولا. يقولون بأن الممثلة قامت بضرب في الأول، وكان رد فعل الأخت يعني بطريقة أقصى، يعني كان من الأحسن أن لا ترد عليها، لأن في بعض الأحيان السكوت أو في بعض الأحيان الهدوء هو صفة من صفة الجواب. مع الأسف الشديد أنا برأيي بكل احترام للفنانة، هي دارت شي حاجة مش مزيانة. ديجا واخا تكون فنانة ومشهورة ومهم، أن الحقوق كنا بحال بحال فإذا أنه تاخد المكان ديال واحدة أخرى ولا المهم، بالتأكيد ضد العنف وضد التشامت وهكذا، ولكن هي عندها الحق. ولا ويك هي عبارة عن رد فعل. وفي نظرك ملي كتروحي المغرب كتلقاي الإدارة مثلا هذا كيسبقوا شي واحد بحكم الشهرة ديالو ولا؟ مع الأسف هذا الشيء كاين في المغرب، كاين كل شيء، رشوة كاين، مهم ماشي هذا الشيء ماشي جديد في المغرب. دونك فوالا، دنيا بوتازوت كما كنعرفوها فنانة مشهورة، ضحكتنا بزاف هي والكوبل كبر وضحكنا معها وكذا. مي لما كنسمعوا والاخبار اللي مداوله في الفيسبوك في مواقع التواصل الاجتماعي بان دارت سلوك غير اخلاقي، تجاوزت ما دارتش لاكو وطيحت يمكن الهضره وهذه، وسبقت بواحد التصرف الخوله اللي هي خوله سمعنا عليها، هي كدير ما دايره في الاخر فعائله جمعويه وطالبه يعني عندها واحد المستوى. الطلبة كنعرفوا كما عرفنا حنا طلبة، ما غاديش نجيو غادي نديروا شي تصرف ماشي هو هذاك. نظرا لهذا الشيء دنيا بوتازوت ضربت خاولة اللي هي ما خصهاش، هي كونها فنانة ما خصهاش تتعامل بحال هكذا المستوى ديالها. ولكن هي قالت يمكن بلي عندي الوسام الملكي كما صاحب الجلالة كاع موسم
كاع راه مستمر الفنانه وكذا والله يزيد لهم خصو ما يوزع شويه يعطينا شويه للناس اللي راه علامه وكذا وهادي وطالعين بزاف. حنايا هنايا الدنيا بوطازوت كفنانه نحترموها، مي باش تزوج الحدود نتاعها ما باغينش هاد الشيء ومضامنين مع خوله والله يشافيها ودينا مع اخلاء سبيل الاخت خوله. اه ضروري خصنا حنا نضامنوا معها وكاع الطالبات وفتنا طالب وكاع الطلبه فتنا نضامن غادي نضامنوا مع خوله وحنا الجاليه المغربيه المقيمه باوروبا والمغرب كاملين ان شاء الله. ان شاء الله شكرا. جلالة الملك يطلع يخلي سبيل خوله. Donc oui, effectivement, j'ai entendu parler de cette affaire. Et oui, nous en France, c'est vrai qu'on est scandalisés quand on entend des histoires comme ça, parce que on n'a pas l'habitude. Nous, on est nés ici, on a toujours eu affaire à une législation très stricte. Et quant au bled, malheureusement, au Maroc, on entend qu'il y a des histoires comme ça qui passent avec des dessous de table, comme on dit au bled, choix, voilà, tous ces genres de choses. Bah nous, ici, ça nous choque, et d'autant plus que c'est une jeune fille qui a juste voulu parler haut et fort et dire ce qu'elle pense. Et alors, on t'aime d'amener mal le vent qui dérive du niveau de cette année l'autre chaula. Alors, malheureusement, je ne peux pas dire aujourd'hui que je tiens avec une ou l'autre personne, parce que c'est ancré dans les mémoires des Marocains. Pour eux, c'est normal qu'une personne qui a plus d'argent passe devant une personne qui a moins d'argent, ou quelqu'un qui a un poste un peu plus élevé. Voilà, donc... Malheureusement, on ne peut pas changer les mentalités du jour au lendemain comme ça. Voilà. Ok, merci beaucoup. Merci.